مساء الخير اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج النشر مباشره عبر قناه الجديد والفضائيه اللبنانيه ال بي سي تحيه لكم اينما كنتم تشاهدوننا كالمعتاد في هذا الاسبوع مواضيع حساسه مواضيع انيه وامور عديده ومتفرقه دعونا نتعرف على ابرز عناوينها بعدما أوصل للنشر محمود إلى منزله، لماذا رفض الأهل استلامه؟ للنشر يكشف مصير الرضيعة التي أضاعتها والدتها اللبنانية في الأردن، لهذه الأسباب أهدى السيد نصر الله سبحته إلى ابن البلد. أكثر من مئة امرأة من السيليكون دخلت تهريبا إلى لبنان لمن؟ رغم الضغوطات للنشر يصر على كشف حقيقة وفاة ريتا وجنينها داخل المستشفى نحييكم من جديد نبدأ هذه الحلقة بحق رد من مكتب المحامي جابي زيادي بوكالته عن مدرسه زهره الاحسان وجاء في حق الرد انه بتاريخ السبت الواقع فيه 12/5/2012 تضمن برنامج للنشر الذي يقدمه الاعلام الاستاذ طوني خليفي فقره مخصصه للحديث عن الاعتداء الحاصل على مسؤول النشاطات الرياضيه في مدرسه زهره الاحسان من قبل ولي احدى التلميذات واثنين يرافقانه وقد استضاف خليفي المحامي الزميل الاستاذ انطوان طوبيا بصفته وكيل المعتدين والنقيب نعمي محفوظ بصفته نقيب المعلمين وغاب عن تلك عن تلك الحلقه اي حضور لمن يمثل المدرسه فبدرنا بعد ذلك للتواصل مع الاستاذ ابراهيم حرب بصفته المذكوره اعلاه فتوافقنا على ممارسه حق الرد بعد انتهاء بث تكملت الحلقه مساء السبت الواقع في 19/5/2012 عن طريق مداخله هاتفيه نوضح خلالها النقاط المثاره الا ان هذا الاتفاق قد صار الاخلال به من قبلكم وصار تبرير هذا الاخلال بصوره غير مباشره عبر ما اعلنه الاستاذ خليفي بانه صارت استضافه كل الفرقاء والاستماع الى كل وجهات النظر في وقت انه من الثابت انه لم يصار اطلاقا الى سماع وجهه نظر المدرسه ولا يرد على ذلك ما أورده التقرير الوارد في بداية الحلقة الأولى من كون المدرسة لم تسمح لكاميرا تلفزيون جديد بالدخول والحديث مع مديرة المدرسة، إذ في ذلك الوقت كان القرار بالاكتفاء بالبيان الرسمي المعمم من الإدارة على وسائل الإعلام سيما وأن القضية معروضة أمام القضاء، فلم يصار إلى إعلام المدرسة بأن حلقة ستتناول هذا الموضوع وفقاً لما حصل وعليه وعملا بحق الرد الوارد في الماده 6 وما يليها في قانون المطبوعات نوضح ما يلي قبل ما توضح نوضح النقاط للمدرسه اللي او للاستاذ زيادي انا كمان بحب اوضح شغله كثير مهمه انه نحن حاولنا الاتصال بالمدرسه حاولنا انه يكون معنا حدا من قبل المدرسه حاولنا وواضح بالتصوير انه دخلنا لاخذ بعض اللقطات بالمدرسه ولكن لم يكن هناك اي تجاوب من قبل المدرسه اذا المدرسه بالحلقات الاولى هي من رفضت ان تكون مشاركه ضمن الفرقاء الموجودين معنا بالحلقه انا ما فيني اقول ما فيني فوتك ممنوع ما فينا نحكي معها على ليله فيك تحكيها على التلفون او شيء ولا ممكن بس انا بحكي معها كلمه بس ولا ممكن اما بعد الحلقه آه صار بدهم يردوا ونحن كانت الحلقه مسجله آه ويعني وما بنقدر انه دائما على آه مثل ما بيقولوا يعني نبقى على آه اراء الناس آه او المعنيين هن اي ساعه بدهم ايانا نحن نرد ولا لا يعني في ناس كثير بتعتبر انه اذا قالوا لنا لا يعني الحلقه ما راح تطلع على الهواء الموضوع ما راح ينسار لانه هن قالوا لا ولكن لما يطلع الموضوع على الهواء بيصير هني بدهم يردوا بيتهمونا انه يا خي اخذتوا الموضوع من طرف واحد نحن اخذنا يعني كنا مصرين انه يكون معنا كل وجهات النظر حضرتكم قلتوا انكم تكتفوا بالبيان ولكن بعدين صار بدكم تردوا وهون في نوع من الاتهام وكانه نحن ما كان بدنا اياكم تكونوا بس للتوضيح انه الخلل هو كان من عندكم مش من عندنا توضيح اللي انتم بتقولوه بتقولوا فيه اولا إن مدرسة زهرة الأحسان مشهود لها بعراقتها في التربية والتعليم وأن الاعتداء قد حصل داخل حرم المدرسة وتناول أحد أفراد الهيئة التعليمية فألحق بالمدرسة أضراراً مادية ومعنوية هي موضوع الملاحقة القضائية من المدرسة بجرمي جناية إزاء الأشخاص وخرق حرمة المدارس لوضع حد لكل من تسول له نفسه ذلك ثانيا إن المدرسة تتشدد في تدابير تأمين إيصال جميع التلاميذ المشتركين في وسائل النقل إلى ذويهم دون أي خلل ولقد اقتصر دور الأستاذ إلي فرح المشهود له بمناقبيته ومهنيته ومودته للتلاميذ على تأكيده للمسؤولة عن النقل بكون التلميذة جين ميم البالغة من العمر ثماني سنوات غير مسجلة في النشاطات الرسمية الحاصلة أو الرياضية عفوا الحاصلة خارج الدوام مما يقتضي إرسالها إلى منزل ذويها لكي لا يصيبهم زعر من عدم وصولها مع شقيقها إلى المنزل وإن القول بأن عدم إشراك التلميذة المذكورة في النشاط الرياضي سببه عدم دفع القسط الشهري البالغ 50 ألف ليرة في تسخيف للموضوع خاصة وأن المعتدي ولي التلميذة أكثر من يدري بما تقدم ثالثا نأس أو تأسف المدرسة بأن يقال أنها طردت أولاد المعتدي إثر الحادث في حين أنها عمدت إلى تأمين أفضل وسيلة لإنهائهم السنة الدراسية دون احتكاك فيما بينهم وبين سائر التلاميذ الغاضبين من الأولاد على فعل ولي أمرهم كل ذلك حفاظا على مصلحة الأولاد الثلاث من جهة وتأمين حسن سير وانتظام العمل داخل المدرسة التربوية من جهة أخرى استنادا لكل ما تقدم جئنا بكتابنا هذا طالبين منكم نشره وفي مستهل حلقة للنشر التي ستجري مساء السبت الواقع في 26/5/2012 عملا بقانون المطبوعات آملين حسن التجاوب تفضلوا بقبول الاحترام بتحفظ وبالوكالة المحامي جابي إزياتي نعود إلى فقراتنا المقررة في حلقة الليلة من للنشر ونبدأ مع موضوع كنا يعني أعلنا عنه خلال الحلقات الماضية ولكن لضيق الوقت لم نتمكن من التطرق إليه هو موضوع محمود الشاب الذي وجد على أحد أرصفة شوارع بيروت ومن خلال إطالة واحدة في برنامج للنشر أصبح المجهول معلوما ليتحول وليد الى محمود لاغيا فرضيه الولد المتوحش او القادم من البراري بل من بيت واسره بالرغم من حالته التي كانت اقرب الى التوحش منها الى التوحد اذا جاز التعبير. محمود التقى باسرته الحقيقيه لكن ماذا حصل وادى الى عدم ذهابه مع الاهل الى منزله؟ في الحلقة الماضية من للنشر انطلقنا في رحلة البحث عن أهل الشاب محمود الرحلة لم تكن طويلة نظراً لعشرات الاتصالات التي وردت من أشخاص سرعان ما تعرفوا عليه هذا الشاب الموجود عندكم نعم اسمه محمود نعم من ضيعه اسمه الدوير بجنوب النبطية بيو مصري بس أمه من منطقة الدوير مين معي؟ أنا خالو لمحمود خالو أهلا وسهلا فيك عنده حالة خوف وأوقات فجأة بصير وأوقات بيترك البيت ما بنعرف وين نعم نضلنا مليحين وعطل هيك بهذه الحالة يعني والدة محمود التقت بابنها الذي كان يشبه بتصرفاته طفل البراري الحقيقة أنا اللي عرفته من أمه بالأول إنه هي كانت تشتغل بمدرسة والولد كانت توديه على الحقلة على الحرش لهي الصبي عيش كل حياته بالحقلة محمود خلق عنده هالشي عنده تخلف عقلي من لما برمت عليه كثير دورت عليه كثير هذيك الجمعة وصلني خبري إنه في ناس إجوا دفنوه بقلب الضيعة دفنوه بالضيعة وفلوا صرت أنا فقت الصبح صرت دور عليه بالمقابر وبعد ستة أشهر من وجوده في دار الرحمة لاحظت والدته تحسنا واضحا في حالته وفي تصرفاته فطلبت أن تستمر الدار بالإشراف عليه هناك أنا بتمنى يضل هون لو بدي أقدم روحي والله العظيم لو بدي أقدم عين من عيني يبقى محمود هون ما في شيء بيمنعني إنه أخدمه كيف مديات ساعدوني أو ما ساعدوني بدي أخليهم مو بعينيه عينيه تسلمي يحوبيهم. انت وعينيك محمود تبقى هون ضلك هون انا بشكركم كثير كثير الشكر لكم كلكم للرهبات كلياتهم بشكر الاكيب كله يلي اجا وكلف خاطره وضحى معنا حتى قدرنا لقينا له اهله محمود اليوم في تحسن دائم على امل ان يتجاوز ازمته النفسيه والصحيه باسرع وقت عله يستطيع اكمال حياته ككل ابناء جيله السابقه طرحنا قضيه الطفله سيرينا التي اضاعتها والدتها منذ اربع سنوات في الاردن وباءت رحله البحث عنها بالفشل بنتك وين كانت بهالوقت؟ كان قال لي انه بده يحط على الناس يامن على الناس بنعرفهم اه يعني خرجت وكا. من المستشفى ما كانت بالمستشفى طلعتها قعدت بالكوفاس 9 ايام طلعتها قعدت معها شي 11 شهر وجيت على لبنان نعم بهالوقت البنت وين كانت؟ كانت عند بيت الناطور بعدين هو زوجي اخذها ما بعرفون ما عرفتون صارت أرضها يعني الا ان جمعيه حقوق الانسان ممثله بسفيرها علي عقيل خليل تبنت قضيه الطفله وعلمت انها موجوده في احد دور رعايه الايتام الاردنيه البنت موجوده بمبره اسمها مبره ام الحسين مبره ام, أم الحسين ام الحسين بمنطقه اسمها الجوفه نعم منطقه الجوفه وبعد عرض الحلقه وبالتعاون مع مكتب جلاله الملكه رانيا والتلفزيون الاردني استطعنا الوصول الى سيرينا وها هي امامكم على الشاشه ويبقى لنا ان نخرج سيرينا من حياه دور الرعايه العامه واعادتها الى رعايه وحضانه والدتها شاهيناز التي تنتظر احتضانها في اقرب فرصه يسعدني ان استضيف في هذه الفقره معي مباشره من عمان الزميل الاعلامي مقدم برنامج فيك الخير يا وطننا الاستاذ مامون المساد مساء الخير استاذ مامون مساء النور أستاذ طوني مساء الخير لك ولكل جمهورك العربي عبر هذه الشاشة الفضية التي نعتز دائما بمشاهدة مثل هذه القضايا الإنسانية عبرها شكرا أيضا معي داخل الاستوديو والدة تأثرت شاهيناز على المشاهد وبدي أعتذر أنه نحن على الهواء ما قدرنا نحط كل يعني صورة الوجه لأنه ممنوع ولكن نحن رح طبعا نفرجيكي مشاهد خارج الهواء لصوره وجه بنتك جد؟ ايه اه وان شاء الله باقرب فرصه بتروحي على عمان لتشوفيها كمان بهذا الموضوع مش رح اقول لك رح احبك زياده لانه بالاساس لك معزه خاصه انه مش جديده هيك يعني. انت انت تركتي بنتك كان عمرها 11 شهر تقريبا وثلاث ايام ايام اليوم صاروا ثلاث ثلاث سنين وثمان اشهر على الزبط. يعني تقريبا اربع سنين، يعني تقريباً. بين 11 شهر واربع سنين اكيد الولد بغير، شو شفتي ملامح قبل كمان سيكون معنا عبر الهاتف معالي وزير التنميه الاجتماعيه في الاردن الاستاذ وجيع عزايزه، ايضا سيكون معنا بمداخله وانا مسرور جدا لهذا التجاوب الكبير الذي لقيناه من كل المسؤولين إن كان على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الإعلامي في المملكة الأردنية الهاشمية وهي عودتنا على كل على ذلك في أكثر من مناسبة قبل الانتقال إلى الأردن قلت لي أنه في مواضيع معينة أنت بتعرفي منا بنتي مثلا آه تفاصيل بشكل بجسمه يعني بين طفل عمره 11 شهر تركتي لطفل صار عمرها اربع سنين. في بقدر اعرفها من اصابيعها. اصابيع ايديا؟ ايه بالدرجه الاولى أصابيع ليه؟ فينا فينا بس نشوف شي لقطه لل في شي لقطه مبين فيها خاص اصابيع خاصة الابهام، خاصة الابهام هيدا. الابهام؟ ايه. في علامه فارقه فيه هو. فيها هون علامه فارقه ايه. شو هي؟ مثل اصابيع بيا. بس أنا ما بعرف بيّا عارف شو قصدي لا لأنه أنا حافظته مثل مين يعني، إيه نفس التكوين وإيديها مش مثل أنا جين مدعبلين هيك يعني إيديها مش ما فيهم طول يعني هي بنيتها. في شي صورة مبينة مبينة عندكم فيها آه إيدها؟ ودينايا نفس الدينين وشعراتها. هلا بس آه بنشوف، اه هون في صورة عم بتشوفيها قدامك على الشاشة، هي اللقطة الوحيدة. هيدي هيد الإيد من هون. إيه هيدي اللقطة الوحيدة اللي موجودة الهند. للايد. والفينجر نفس الشيء هو الصبيع اللي عم تقولي لي عنه صبيع اعراض دعبلين ايه ايوه وهيدا الوجه مبين شوي قادره تشوفيه شيء بسيط ما راح اقدر بالغ واقول ايه طيب انه خلينا قبل ما نرجع بير. للتفاصيل معك خليني ارجع لزميلنا مامون المساد مامون لماذا كان كل هذا الاهتمام في الاردن في هذه القضيه ما ان شاهدتم الحلقه على الهواء حتى بادرتم بالاتصال بقناتنا وببرنامجنا وعرضتم المساعدة الشخصية يعني حتى يمكن حضرتكم من ذهب إلى المكان وقام بالتصوير وأخذ كل الأذونات لماذا كل هذا الاهتمام ويريد فيك تخبرنا تحديدا شو صار معكم وشو عملتوا تمام هلا انا بدي يعني امسي على الست شاهيناز والده سيرين ان شاء الله انه تلتقيها في عمان قريبا وبدي احكي شغله مساء النور انا اليوم تقريبا او يوم الاربعاء كنت مع سيرين لمده ثلاث ساعات في دار الرعايه والصحيح انه احنا في الاردن عم نؤمن في مقوله كثير غاليه علينا من الملك حسين الله يرحمه كان يحكي انه الانسان هو اغلى ما نملك الانسان بال بالنسبة لنا قيمة بغض النظر عن جنسيته عن دينه عن لونه والحمد لله هذا النهج وهذه السنة اللي احنا ماشيين فيها بقيادة جلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا وصحيح كان يعني هذه الاستغاثة أو هذا النداء من الأستاذ طوني خليفة في حلقته بجلالة الملكة وأيضا بالشعب الأردني وهو بيعرفهم صحيح وقبل ثلاث سنوات يعني تكررت مع الحادثة صحيح في استديوهات التلفزيون الأردني في برنامج الفرصة صار. صحيح فاحنا من خلال برنامجنا اللي بنقدمه في التلفزيون الاردني اللي بيحمل اسم فيك الخير يا بلدنا بغض النظر عن المسميات صحيح صباح يوم الاحد قدمت لي زميلتي في الاعداد والتنسيق روان الحديد بتقول لي انها شافت الحلقه على قناتكم الرائعه ويا ريت انه احنا نقدر نشتغل في هذا الموضوع ونتابع نتابع التفاصيل هذه اذا بنقدر نوصل لخيوط معينه والصحيح الله وفقنا التوفيق من عند رب العالمين وتعاون كل الجهات المسؤوله نعم. في بلدنا انه بقدموا الحقيقه استاذ ما في ما في يعني استاذ أي مامون بس ولكن مانومة. ولكن نعم. كيف تاكدتم من ان هذه الطفله التي رايناها في التقرير والتي راتها الوالده طبعا سنعطي صورا اوضح للوالده خارج الهواء للتعرف اكثر شكلا على ابنتها ولكن كيف تاكدتم ان هذه الطفله هي نفسها سيرين او سيرينا التي اضاعتها والدتها منذ حوالي ثلاث سنوات في عمان؟ نعم بالتاكيد يعني كان مثل ما حكيت لك احنا يعني بحثنا عن المعلومه عبر اوراق لما حكينا مع الاخوان في مؤسسه الحسين للرعايه الاجتماعيه كانت مديره الدار الصحيح وهي تابعه لوزاره التنميه الاجتماعيه في الاردن واضحه معنا قالت انه مار عليها مثل هيك قصه وانه موجود البنت بهذا الاسم سيرينا بنت شهيناز من لام لبنانيه الجنسيه وانه هذه البنت موجوده في دار رعايه اخرى تم نقلها لانه دار الرعايه يعني هي طلبت انه يكون بعض مجهولين النسب موجودين عندها وايضا من خلال مراجعه ربما ملف هذه الحادثه وجدنا فيه تقارب كبير الصحيح ومن هون يعني بلشنا انه نوصل الخيوط ببعضها البعض ونقول انه هذه هي سيرينا التي عرضت قصتها في قناه كو عبر برنامج للنشر استاذ مامون هل اطلعت على الوثائق التي كانت بحوزه سيرينا يعني لانه ابلغنا انها مسجله باسم الوالده كما سمعنا انه سيرينا ابنه شاهناز يعني لا يوجد اسم اب على على الوثيقه صح نعم أنا لم أطلع على أوراق بطبيعة الحال أنا قابلت مديرة الدار هذا الـ الـ اليوم الأربعاء وبطبيعة الحال يعني أيضا جلست إلى سيرينا في الدار الرعاية بصحبة فريق تصوير من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية وأيضا يعني في خلال حديثنا مع الجهات المسؤولة في وزارة التنمية الاجتماعية اللي هي المظلة الكبيرة لهذا نعم. الموضوع موضوع اشاروا انه يعني هي مسجله في سجلاتهم بهذا الاسم هل اخبرت سيرينا ان والدتها تبحث عنها وانها ستعود قريبا باذن الله الى احضان الوالده هل اخبرتوها بهذا الشيء يعني هناك محاولات من ليله الامس صحيح من قبل مديره الدار في التلميح لسيرينا انه في والدي ثاني لانه احنا في دور الرعايه هنالك ما بنشعره انه انت مجهول النسب او انت يتيم القضيه انه في ام بديله تعيش داخل اسره داخل شقه نعم. في حياه طبيعيه يتم هنالك فحوص طبيه يتم هنالك متابعه الحاله الدراسيه لكل طفل و ولكل حاله بحالتها وايضا تاهيل نفسي العاب، نعم. كل هذه الاشياء ربما تشاهدونها يعني من خلال الصور التي التقطتها عدسه التلفزيون الاردني هذا الصباح وايضا يعني ما تابعناه بام اعيننا هنالك رعايه وهنالك متابعه يعني سيرينا لا تعي انه يعني ايش انه حتغادر او انه يعني نعم. لا زالت في سن في سن صغيره لا تدرك هذا ولكن المتأهيل. انا ولكن انا اشكر أ... لكم كل هذه الجهود وكل هذه المبادره التي قمتم بها وفي الاردن لا. كما سبق وقلت عودتمونا دائما على على مبادرات مماثله لا ننسى ابدا تدخل جلاله الملكه رانيا فيما سبق بلقاء الوالده التي كانت او العائله التي تشتت تشتتت وجمعتها بعد 25 عاما في عمان وكان هذا يعني من الامور الرائعه جدا التي مرت بحياتي المهنيه شخصيا اليوم نحن معكم على موعد جديد من جمع ولم شمل اسره اخرى، واريد اتشكرك مامون وطبعا سنكون ايضا بتبادل خلال برامجنا باذن الله لاكثر من المواضيع واشكر لكم جهدكم وكل ما فعلتموه من اجلنا، وسانتقل مباشره عبر الهاتف مع معالي الوزير وجيه عزيزه معالي وزير التنميه الاجتماعيه في الاردن مساء الخير معالي الوزير مساء الخير مساء الخير شكرا على جهودكم واهتمامكم من اجل يعني ايجاد هذه الطفله التي فقدتها والدتها منذ اكثر من ثلاث سنوات كيف اتخذتم هذه المبادره ولماذا ابديتم كل هذا الاهتمام في هذا الموضوع لا يعني سيدي قضيه انسانيه ونحن حريصين على انه يعني لما بيكون في قضيه انسانيه من النوع نهتم فيها ويعني هذا اقل ما يمكن ان نقدمه وان شاء الله يعني بنحب نطمن الجميع انه هي بمحطه وصول كانت وبعد دور الرعايه وكانت محل اهتمام وعنايه كامل معالي الوزير هل هناك من موانع اليوم ان انه تتوجه الوالده شاهيناز الى عمان لاستلام طفلتها والعوده بها الى بيروت؟ عم نحكي كحكومه اردنيه او كقوانين واجراءات قانونيه اردنيه، هل هناك من موانع تمنع هذا الموضوع؟ يا سيدي احنا يعني حاليا لا نستطيع التاكيد على على الام يعني هذا الموضوع يحتاج الى فحوصات نعم وبعد اجراء الفحوصات المطلوبه في موضوع القضاء الشرعي موضوع البث في النسب و النسب لمن قبل ان تسلم وبالتالي يعني احنا مستعدين ان نبدا بالاجراءات مع الام والتاكد من شرعيه البنت بالنسبه لها ثم يعني نبدا بالاجراءات اللي في القانون والقضاء الشرعي بما يكفل حقوق الطفل وحقوق يعني نحن اذا الله راد سنبدا بمرحله اخرى بعد ما وجدنا سيرينا هي مرحله اثبات النسب بينها وبين الوالده والى من يجب ان تسلم تلك الطفله علما انه ما بعرف اذا كمان معاليك اطلعت على انه الطفله هي مسجله باسم والدتها، يعني ليست مسجله باسم الوالد، مسجله باسم الوالده. نعم يا سيدي صحيح المسجل باسم والدتها بس احنا لما استلمت هذه الطفله لم تستلم من والدتها مباشره، مسجلة باسم والدتها عندما تم الاقرار من الناس الذي كانت بعوزتهم هذه الطفله. نعم فلا نستطيع التاكيد انه هذه هي الوالده ام لا الا بعد اجراء الفحوصات المطلوبه. نعم بعد اجراء الفحوصات والتاكد انها هي والدتها نستطيع ان نتحدث بالاجراءات القانونيه للتسجيل باذن الله وانا بدي ارجع اتشكركم باسمي وباسم كل مواطن لبناني وكل مواطن عربي على هذا الاهتمام ودائما يعني عم عم اكثر واكثر بهذا الحس الانساني الاجتماعي اللي بتعطونا اياه دائما من خلال اهتمامكم في الاردن وفي عمان، شكرا لك معالي وزير التنميه الاجتماعيه في الاردن الاستاذ وجيه عزيزه، اذا مثل ما سمعتي معالي الوزير يعني فيك تتوجهي على الاردن ولكن بدك تعملي فحوصات الدي ان اي او ما بعرف اي نوع من الفحوصات فحوصات بالاردن ليتاكدوا من انك انت الوالدة ومن ثم في هناك له علاقه بمواضيع الشرعيه ل لا لمن يجب ان تسلم هذه الطفله لماذا, سل لماذا سجلت سيرينا باسمك ولم تسجل باسم والدها لانه دائما بالمستشفيات بيكتبوها باسم الام الى حين ينعمل لها وثيقه ولاده اللي بسموه بالاردن اخبار ولاده نعم من بعدها بنعمل شهاده ميلاد باسم البي والام وبعدها الاجراءات الثانيه الباسبور والهويه والى اخره طيب ماذا لو رفض والد سرينا ان تسلم لك الطفله؟ مش ما بعتقد باكد انه ما راح يرفض بس ما بيقدر يروح لهونيك يعني انا اللي بدي اروح اخذها هو ليه؟ مرح... ما راح ما اقبل غير هيك. ما راح تقبلي غير هيك، كيف ما راح تقبلي؟ انه الا انا اروح اخذها. ليه؟ بما انها باسمي وبينعمل لي فحص، وشو المانع انها تتسلم لامها؟ بعد ما ينعمل الفحوصات واثبات النسب. بس يمكن القانون يجب ان تسلم لوالدها وليس لوالدتها. ما في مشكلة، المهم البنت تصلي وترجع لحضني. الوالد ما في الوالد ما في يروح على على الأردن. ما في في شوية مشاكل في يعني شوية ما فينا نسكر بس تقدري تحصلي على توكيل من قبله أكيد. انك تستلمي الطفل طبيعي انت على علاقة طيبة في الوالد ولا هناك من تقريبا طب. لا ما في تقريبا انتو ما بقدر مش ما بقدر اوضح ما بقدر اتكهن ما فهمت يعني ما افتكر يرفض انتو منفصلين اليوم تقريبا ايه منفصلين تقريباً. انتوا منفصلين ولكن انت عندك ثقه انه هو رح يقبل ان تسلم البنت لالك اكيد 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 هو وكلنا انه انا اروح اجيبها يعني يعني انت هلا كمان بدك تحصل يعني جرب يعمل له وكيل وهيك ما كان بيمشي الحال نعم ما كان يمشي الحال ليه؟ ما بعرف رحنا عند كاتب عدل رحنا عند مختار رحنا على المحكمه الجعفريه أي. ما ما مش ما مشي الحال ما بعرف ليه طلب منا اوراق كثير وما كان في امكانيه انه ينعملوا يعني أي صراحه هذه فترة كم شهر وجاي اه يعني كنت عارفه وين انت من كم شهر لا ما كنت عارفه كنت بدي اروح انا اقصد الناس اللي معارفنا اللي ممكن يكون بيعرفوا وين موجود البنت اها يعني انت اخذتي توكيل لتروحي كنت بدي اخذ ويني. توكيل ايه ايه وما مشي الحال ما مشي الحال ليه ما مشي الحال ما بعرف هو ما قبل يعطيك وزارة خارجية وداخلية وسفارة سورية وسفارة لبنانية وما بعرف طيب شو. إذا سلمت البنت اليوم كيف بدك تفوتيها على لبنان؟ هي من والد سوري بتوصل على لبنان عادي كيف عادي؟ هي من والد بشهات سوري شهادة الميلاد شهادة الميلاد قالوا لي فيك تاخديها على شهادة الميلاد مولود بالأردن بتعمل طلعي لها تأشيرة عادي تأشيرة عادي بتوصل على لبنان وبلبنان هون بروح بثبت الزواج أنا وبيا بسوريا وبرجع بخدع على سوريا بنعمل لها الورق هونيك وبرجع بخدع. يعني ما في ضروره تكون موجوده الطفله نحن اليوم يعني الجانب الاردني كان متعاونا بشكل رائع الحمد جدا لله. والقضيه يعني بخلال 24 ساعه كانت كل الامور موجوده تقريبا والادله والحيثيات موجوده من اجل انه يوصلوا الطفلة. او اعاده الطفل الى احضان والديها بيبقى الموضوع من جانبكم انتم نحن رح نتابع معك رح نتابع مع الوالد كمان لنشوف اذا في حاجه اكيد في حاجه انك تطلعي الى عمان وتجري الفحوصات المخبريه المطلوبه من حضرتك وبنتابع معكم خطوه بخطوه أنا على انا بالنسبه لي عفوا جاهزه للسفر يعني ما عندي اي مشكله <applause> بس طبعا بده يكون معك يمكن ما بعرف اذا بده يكون معك توكيل او لا يعني هيدي كمان السلطات الاردنيه اقلنا فيها روح وشوفها مش... يعني نعم واذا سلموني اياها كان ما سلموني اياها بيا بيعمل لي توكيل هو بلبنان وانا بكون بالاردن ببعته بالفاكس ببعته باي طريقه يعني ما في مشكله هذا الموضوع أو بيعمل توكيل لحدا قيد المتابعه المهم انه سرينا بخير سرينا بانتظار ان تعود الى احضان الوالده باسرع وقت ممكن فضلكم وفضل فضل الجميع ما بعرف ما قادرة اعبي ما, أدرى الله ما احكي انا عن جد الله يخليكي دعونا نرى ما هو التالي ونتابع لهذه الاسباب اهدى السيد نصر الله صبحته الى ابن البلد أكثر من مئة امرأة من السيليكون دخلت تهريبا إلى لبنان لمن؟ رغم الضغوطات للنشر يصر على كشف حقيقة وفاة ريتا وجنينها داخل المستشفى أحييكم من جديد ونتابع معكم للنشر هو الفنان أحمد الزين الذي لطالما اشتهر بلقب ابن البلد وهو في الواقع في منزله وبين أسرته ومعارفه أبو حسن لكن اليوم طغى عليه لقب جديد هو أبو حسين نسبة إلى دوره في الجزئين الأول والثاني من مسلسل الغالبون وبذكائه المعود قام أبو حسن بإطفاء بعد جديد على شخصية أبو حسين من خلال سبحه صفراء تعود البعض رؤيتها بيد سماحه السيد حسن نصر الله هي نفس السبحه وليست نسخه عنها لكن كيف وصلت الى يد ابن البلد لنرى في هذا التقرير قبل ان نكون مع احمد الزين لمعرفه كل التفاصيل يقال إن سبحة صفراء لا تفارق أنامل الممثل أحمد الزين المعروف بابن البلد السبحة لا تفارقه أثناء انشغاله بتصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل الغالبون وبعد التصوير الدفاع. الدفاع شو؟ يظهر ابنك من البلد مقابل سلامته انه علي ابن البلد يظهر وانتو الاغراب المحتلين تبقوا كيف ترجم ليها ما فهمتيش كيف لا والسبحة الصفراء هي هدية من أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وقد لازمت أصابعه مدة تسع سنوات وأكثر من ذلك أن سماحته كان يستخدمها عادة خلال تأدية فريضة الصلاة والله هو اللي بده ابو حسين احمد الزين طلب احدى مقتنيات السيد نصر الله كهديه فاستجيب لطلبه وبدات حكايه الصبحه الصفراء التي تحولت الى اعز ما يملكه ابن البلد استاذ احمد بدي مسيك بالخير و بالاول مساء الخير يسعد لي مساك يا رب حبيبي طوني حبيبي. خليلي اياك وبتعرف قديش انت عزيز واخ كبير وصديق وقدوه الى كل فنان لبناني لانك بالفعل صرت عمله نادره بعالم الفن ليس فقط اللبناني ولكن العربي والله مع عم جاملك قسما بالله وانت ابن بلد اصيل وانت عامل نادره بهالزمن خلي لي اياك مش عم جاملك استاذ احمد نعم انا بعرف اليوم كسرت لك قرار كثير كبير صحيح احمد الزين اخذ قرار انه ما بيظهر يعني ما بيظهر باي مقابله لا تلفزيونيه ولا اذاعيه مدى العمر ولكن يعني آه خرق اليوم بهذا الاتصال الهاتفي مع خيو الصغير توني خليفه حقيقي. لماذا هذا القرار لاحمد الزين انك ما بدك بقى تظهر بولا اي مقابله اعلاميه ما بعرف يمكن هيك الله اذا بحب انسان بيبتليه ليمتحن صبره ويمكن الله ابتلاني بالسياسة ليمتحن صبري قررت هيك اكتب مذكرات حياتي وبلشت خرتش اكتشفت انه انا كان عمري اربع سنين لما راحت فلسطين ب 48 واسحاب اسحاب بقى لكل الكوارث اللي مرقت مع خير امه اخرجت للناس وعد من مثل الاعلى الزعيم الراحل والخالد جمال عبد الناصر شيله هو على جنب لانه مات ما معه الا شو ترك من من ارث فكري وقومي وعربي وسياسي اللي حواليها دون نكسه ال 67 وعد بقى بلشت خرتش بوادي عربه وبكم ديفيد وبكل شن في كوارث وعم بتطلع بها الام اللي بنت قصورة على قبور الناس وبلشت استعرض لبنان لبنان هذا العظيم لبنان اللي علم الناس لبنان الحضاره لبنان اللي فيه 8 مليون نسمه اذا مش اكثر برا واكتشفت كذبه كثير كبيره انه يا بلشت شغله اسمها حرب لبنان حرب بلبنان بلشت قال هون حركة وطنية وهون الانعزالية وهون الجبهة اللبنانية فجأة صار في هون شرقية وبعتذر منك حجر مختصر وهون غربية وفجأة هون علقوا مسيحي مسيحي فجأة علقوا هون مسلم مسلم وشيعي شيعي وفجأة راح مئة ألف وتدمر بلد ومئة ألف معاك وراحوا قعدوا بالطائف حبيبي انت حبيبي هول الك هول الي ويا قلبي على كل شب تلزقت صورته على الحيط وفتنا بلعبة المذاهب انا كتب لي رفيق نصر الله بال 85 84 الشهيد ابن البلد بقتل مرتي اللي اسمها مذاهب لانه انا ما بدي مذاهب ببيتي بدي بنت البلد ببيتي لانه انا ابن البلد ففرخت من ابره واجت كذرت بالعراق وشرفت على لبنان واجت على سوريا بهذا الزمن شو بعد في حكي بدي احكي 30 سنه بابن البلد عمال يصرخ استعرضت كل المقابلات اللي عاملها من 30 سنه لهلا يا توني نفس الاسئله ونفس الاجوبه وطلعت بلبنان هيدا العظيم برؤسائه بوزراءه بنوابه وبالحراميه لفت لي ريبورتاج بالجديد نزل هيدي كل يوم من بريتال مع فلاح ابن بلد اصيل راعي مواشي على دين 80 مليون عم بقول هيدا البلد يا خيي مرق لي لمرق لك او حك لي لحك لك هيدا سارق 11 وهيدا سارق 9 طيب اعطيه واحد مليار بصيروا اثنين وسارقين كل واحد 10 إنه 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 هذا البلد اللي صار عندنا زعماء وشخصيات أبطال زواريب ومذاهب شيء مخزي ما بقى عندي شيء يقوله للناس هذا الشعب اللي مذهبوه طوفوه ما قدر يتوحد على ربطة خبز أسرع من دولاب السيارة صارت لهذا س... بد... لهذا السبب آه... لهذا السبب كل شيء بدي أقوله عم بجوز كلام بقوله بإبن البلد وعم أحضر سيرة ذاتية بالمسرح أنا ونبيل وحسين عبد ستفاجئ الناس من يوم ما خلقت لهلا عم بحكي مع الناس مش عم بمثل لا انا اللي بدي اقول لك هيك كنت ابو حسن بدي اقول لك لهذا السبب تعتبر انه اكبر تكريم لابن البلد واجمل هديه ممكن ان يتلقاها بحياته و يعني اجمل شكر على ما قلت هلا وعلى ما وصفت ما مر به لبنان واللبنانيون على مدى 30 و 35 سنة هو تلك السبحة التي انتقلت من يد سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إلى يد ابن البلد حبيبي يا توني صديقي انا عندي دروع مليانين ببيت الضيعه ومليانين ببيت بيروت وفي جزء منهم انسندق وحاطه على تدخيتي قلت هول نحاس لربما يوم اضطرينا نبيعهم هذه السبحه توازي كل هذه الدروع انا بدي اقول لك سر لاول مره بقوله ومعك واخر مره انا بهاي السنتين بين ال14 وال15 ذرع شي استلموا حسام الصباح عني شي وفاء شرارة شي الحج لا زعور دائما عم بيخترح حجج لانه ما بقى قادر حتى صحن الصلاة هي ما بقى اللي خلق عليه هذه الصبحة انا يعني اللي هداني اياها هديني هديني قبل ما يهديني اياه هداني شرفي وهداني كرامتي وهداني ارضي وحصن لي عرضي نحن كل عمرنا وعينا على هالدنيا الاباتشي تنزل على سطح اي بنيه تشيل مين ما بدها تنزل بفردان تغتال مين ما بدها هذا الرجل العظيم حملت من ايده بركه اقسم بالله بكيت بكاء الاطفال لأنه عم بقرا رساله منه مش بس السبحه شو بتقول الرساله؟ ما ما بقدر اقول لك هذا الرجل شو بتقول الرسالة ابو حسن؟ شو بتقول الرسالة؟ الرسالة عن رأيه فيا بيجي يوم بحكي عنها، بس اللي بدي اقول لك ما بدك تعطينا هيك كلمتين بس شو شو قايل لك بالرسالة؟ ما بسمح لحالي اقول شو رأيه فيي ما ما بقدر طيب بس كيف وصلت؟ يعني يعني خبرني قصة هالسبحة، كيف طلبتها؟ كيف وصلت أنا لك؟ انا طلبتها واجت عبر الشيخ نعيم قاسم انت وين طلبتها؟ انا طلبت طلبت من, من اقرب الناس له طلبت وخلال 48 سنة. 4... 48 ساعه صح. كانت معي اللي بدي اقول لك ايه هيدي السبحه ما بس بايد ابو حسين بالغالبون هيدي عم حتى يا توني انا برقبتي لانه مثل ما نحن اماني برقبه هذا الرجل اللي قعد لنا كرامتنا هو اماني برقبتي كمان هو اماني برقبتنا مش عم بحكيك كشيع انتبه يا توني عم بحكيك كلبناني عم بحكيك كواحد رضعان من حليب امه عم بحكيك كعربي من المي للمي أبو حسن هل اتصلت بسماحته لشكره على هذه الهدية الرائعة وفي لقاء قريب وقريب جدا دب بقى سؤال شكرته طبعا شو قلت له و ورد الشكر بأحسن من الشكر شو قلت له وشو قال لك بعت أنه أنا بشكره كثير على هذا التجاوب وهذا الإكرام قال أنا اللي بشكره لأبو حسن وشو قال <applause> ما برد ما بدي لا بدي إياك تقل لي قال ابو حسن بالنسبه لنا رمز كبير وهذا نبض الشارع وهذا ضميرنا وانا كنت طفل وانا متابعه ومن من ايام ابن البلد ما تخليني افرط بالبكاء على الهواء الله يخليك يا توني الله يخليك انت وين هلا ابو حسن؟ انا هلا بالاوتيل بشباع خلصت تصوير هلا عم بتصوروا الغالبون؟ نعم وين صرتوا؟ آه تقريبا آه عم نشطب تقريبا باذن الله لاخر حزيران ان شاء الله نكون خالصين الله يعطيك كل صحة وطولة العمر وصفاوة البال برجع بأكد لك أنت عملة نادرة ولو لم تكن عملة نادرة ما كانت وصلت لك هدية نادرة من شخص نادر أيضاً شكرا لك فناننا القدير الكبير الاستاذ احمد الزين شكرا على هذه المداخله وما تحرمنا منك يا ريت بتتراجع عن قرارك ونرجع نشوفك على هذه الشاشات نسمع كلامك الحلو نسمع تجربتك الحلوه اللي بتنقلها بصدق وبمحبه وبكل رقي الى الراي العام دعونا نرى ما هو التالي ونتابع أكثر من مئة امرأة من السيليكون دخلت تهريبا إلى لبنان لمن؟ رغم الضغوطات للنشر يصر على كشف حقيقة وفاة ريتا وجنينها داخل المستشفى اهلا بكم من جديد هل يمكن لك ان تتزوج من دميه؟ في الصين احد المواطنين فعلها لقد اعلن زواجه على دميه لكنها ليست اي دميه انها سيكس دول دميه يصعب تفريقها عن المراه الحقيقيه لديها كل مواصفات الانوثه المطلوبه لتكون شريكه فراش فعليه بالصوت وبالصوره ولكن الاهم والجديد في الموضوع ان تلك الدميه وصلت الى اسواقنا اللبنانيه والعربيه فهل نرى رجالا لبنانيين وعرب يتزوجون منها للتخلص من نق النساء وغيرتهن ومن متطلباتهن الكثيره والاهم لضمان عدم الخيانه ام هل هي حاله مرضيه نفسيه لها علاقه بالجنس دعونا اولا نرى هذا التقرير وبعدها الى المزيد مع هذه الدميه المثيره جدا لكن ليس للجدل يسعدني ان استضيف معي في هذه الفقره دكتور عباس خضرة اخصائي مسالك بوليه وصحه جنسيه مساء الخير دكتور صحيح. ومعي مباشره عبر الهاتف من الصين المستورد لهذه الدمى وهو يمكن موجود بالصين هلا عم يعمل طلبيه مساء الخير مساء النور استاذ خي شو وصلك عليهم ها يا خيي بتعرف الشغل ومصادر هم دغري على عليهم قد آه، ايه حقها دميه مثل هاي؟ هلا عندك نوع من الدميات، في أيه؟ نفخ وفي بيجي من سيليكون. في, في نفخ؟ في معك. النفخ بتيجي مثل النايلون بس شوي قاسي. ايوه. وفي نوع من السيليكون مثل الجيلاتين بس بتحس ملمس المرة. اي هي فعالة أكثر؟ حسب كل واحد هو حسب خبرتك، أي هي فعالة أكثر؟ صراحة بعد ما جربت بس حسب الزباين السيليكون أكيد. قد ايه حقها تقريبا السيليكون؟ في عندك ببلش 650 دولار وطلوع 650 وطلوع والنفخ؟ وطلوع النفخ 100 دولار اكثر شيء بيستعملوا بالباتشولر بارتي حفلات العزوبيه نعم توديع طيب قد ايه عليهم طلب؟ انت بتجيب بس على السوق اللبناني ولا على اسواق عربيه اخرى؟ حاليا بس على السوق اللبناني بس عم نفكر انه نوسع اذا في طلب علينا بزيد الطلب علينا اكيد حنوزع طيب ومن السهولة جدا انك تفوت هالبضاعه على الجمارك بلبنان وبالعالم العربي يعني هل سهل انك تفوت هيك امور على لبنان بالنسبه للبنان لا حدا لك كثير سهله انه عم يفوتوا صواريخ بدنا نفوت أنه سكس تويز على لبنان ما هي صاروخ يعني بدها بصرخوا اكثر هيك <applause> طيب قد ايه قد ايه في طلب على هيك شغلات يعني قد ايه عم يعني قد ايه بتحس انه في ناس بتطلب هيك شغلات بلبنان؟ انه لحد حسب كل واحد وقد ايه عنده انه كبت جنسي او شيء او واحد بده يتخلص من نق المراه يحس انه المرة إن لها يعني هي دائما المراه حده فبيضطر انه يلجئ لهالاساليب يلي هي السكس او السكس طيب بالضبط. انت موجود باي منطقه بالصين هلا؟ بشنغهاي بشنغهاي رايح لتجيب هيك شغلات ولا امور تانية؟ لا اكيد راح اجيب هيك شغلات هيك. بالنسبه انه لو بعطيني لانجيري وثياب وهالشغلات طيب انت شي مره صادفت يعني الزبون اللي بيطلب منك هيدي الدميه لا. لما تساله انه, أنه انت يعني لشو بتستعملها او ليه بتستعملها شو بيقول لك؟ لا انا مش انا بطلب من الزبون اي اول شيء بده يكون عندي انا مثل ما قلت بالروبرتاج انه عندي زباين خاصه نعم يعني بس هو يجي اللي مثلا عندك كذا كذا اكيد انا بتصير انه بيعه نعم إيه أنا فيها لهي الشغله إيه بس هو هو شو بيبرر لك؟ يعني كيف بيبرر لك انه هو عم يطلب هيك شغله؟ هلا انت حسب خبرتك اذا اذا انت مثل كنت تاجر حسب الشخص ببين على طريقه حكي معك يعني بيجي مره اثنين ثلاثه فانت بتصير بالإشارات تسموها له انه عندي صاحبه ببيع هيك اشياء اذا بدك مثل تفش خلقك اي مثلا مرتك مش عم تلبيك في شيء ثاني بضوى معك على طول وما بينام طيب هيدي في منا آه يعني آه في منا نساء وفي منا رجال وفي منا نسوان وفي رجال ايه ما عندنا اي, أي تمييز بالشغلتين عم ينطلب منك رجالي على لبنان؟ اكثر شيء لحد هلا صراحه نسواني <applause> بس بالنسبه لانه اوقات انه بنجيب حسب الطلبيات قد ايه تقريبا مفترض. صرت مفوت على لبنان منهم؟ مم... كم <تصفيق> 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 كم صاروخ صرت مفوت على لبنان؟ <applause> لا عن جد قد ايه صار فايت على لبنان منهم هو؟ بحدود الشيء 100 وطلوع فوق ال المي... 100؟ وطلوع معظمهم سيليكون ولا نفخ؟ عمل حسب الطلب بس لحد هلا نصهم تقريبا سيليكون طيب هي بتعطي صوت يعني طبعا هلا نحن بالروبورتاج ما قدرنا شفنا التفاصيل الدقيقه بس اللي شاف الروبورتاج يعني لما شفت الروبورتاج قبل ما نحط قبل ما حطينا يعني اخفينا المناطق الحساسه يعني نعم. بنحس انه فايتين بديتيلز يعني بادق التفاصيل الموجوده بجسم الانسان يعني كلها كلها موجوده ف يعني ما بعرف هي مضبوطيه تعويض عن المرض تعطيك صوت بتحس انه حالك نايم مع مرض مرة طبيعيه ما في اي فرق أنا وعن المراه حتى ملمسها ملمس مرة انه عندها صدر وعندها كل التكوين المراه طيب بس ولا مره سئلت على يعني سئلتوا على الجمارك انه خي هولا شو عم بتجيبوهم لشو عم, عم تستعملون؟ اوكي على الجمارك بفوتوا تحت تصنيف العاب هاي لعبه بيفوتوا... اكيد اللعب شيء مهضوم هيدا هاي لعبه عاده على الالعاب بحطوا مثلا من شهر <applause> لثلاث <ل3> اشهر <applause> فوق ثلاث سنين فوق خمس سنين هاي شو بتحطوا عليها عادي يرجع يرجع اللعب بحضور الاهل <تصفح> هذه بتفوت مثلا بتفوت قطع ونحن هون بنركبها اوقات مثلا بنخبيها بين الثياب تفاصيل يعني ما فيني اشرحها على الهواء صراحه اه تهريب يعني بطريقه تهريب ما بتفوتون بطريقه ليجل على البلد امم وشو وقفت علي استاذ توني؟ يعني كل شيء عم تهرب على البلد هلا ما وقفت عليك يعني بس بس تنعرف نحن انه اذا عم بفوتوا بطريقه شرعيه او غير شرعيه اكيد مش شرعيه مش شرعيه مثل ما قلت لك تهريب طيب اي متى رجع؟ حاول بعد شيء جمعتين طيب بالسلامه ان شاء الله الله يخليك استاذ طوني الشباب كلهم ناطرينك هون ناطرين اوكي خلص بجيب لكم بضاعه على لا نحن بدنا كنا نشوف اذا في يعني لما ترجع نشوفها شخصيا يعني على الكاميرا شخصيا كيف كيف شكلها وقد ايه هي بالفعل قريبه لانه مثل ما عرفنا انه في شخص صيني الصيني, الصيني تجوزها يعني وبيعيش هو وياها ايه <applause> خلص هيك عوض عن المرة طيب انا بدي اتشكرك انت كنت مصر انك متحفظ على ذكر اسمك او هويتك ونحن نلتزم بهذا الموضوع دكتور عباس شو اولا اولا حاضر انت لك اربع اشهر بس بلبنان حضرتك جاي من لندن لين هم التعبير باللغه العربيه ما يهمك بس اكيد بلندن موجود اشياء من هيدي وتباع باماكن عامه على ما اظن اكيد انه في اماكن خاصه لهالاشياء يعني نعم. سكس توي سكس اندستري كثير كبيره بي 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 باوروبا سكس شوب سكس شوب موجودين يعني بس مناطق يعني معينة معينة يعني, يعني مش كل مناطق مظبوط و... و... اللي هيك اشياء بيروح, بيروح على شوارع من... معينة وعلى. على ولازم مناطق معينة يكون فوق ال 18 ليفوت على هيك محلات طيب وموجوده بس يعني هيك العاب يستعمل بكتره باوروبا ما بظن رح يكون هالكتره اللي هو عم بيحكي فيها يعني عم دم... بيقول انه بلبنان صرفية فوق المية قطعه على لبنان إيه بس يعني باوروبا آه الـ بس يعني الريليشن شيبس مع الرجال والنسوان هونيك كتير آه فري آه فري اوبن آه يعني م. مش مثل هون آه في ستريكت في يعني قصص يعني نحن يمكن مجتمعاتنا وثقافتنا وديننا ما, بت... ما بت... بيمنعنا سيمة. من هذا ايه؟ الموضوع بينما باوروبا يمكن في انفتاح اكثر صح بس يعني انت برايك اللي بيتجه لهذه الالعاب دكتور هو عم بيتجه لألا نتيجه كبت ولا نتيجه مرض يعني يعني اليوم انا اللي يعني انا بعتبر اللي بيعمل علاقه جنسيه مع لعبه او ما نتيجه كبت يعني انا بتخيل هيدا نوع مرضي يعني طبعًا. نوع نفسي مرض نفسي عنده هلا مثل ما قلت عن عن الشاب اللي متجوز من وحده منهم بالصين بالصين هذا هذا مرض نفساني هذا انه هو هيك شباب بيكون عنده عندهم مشكله يعملوا علاقه مع مع ممكن عدم ثقه عدم ثقه بانهم ينجحوا بعلاقه مع صح. امراه حقيقيه فبيروحوا لهذا الاتجاه صح هلا انا عندي رجال كتير بيجوا لعندي على عياده قبل ما يتجوزوا بيجوا اول شيء بيعملوا بيقول لك بدنا نفحص نعمل فحص بذري تاكد انه فينا نجيب اولاد وثاني شيء بيسالوني اسئله في كتير شباب بعدهم مش مجربين شيء قبل ما يتجوزوا ولا علاقه بالمره نعم. في كتير شباب ما بيعرفوا الاناتومي تبع المره كيف ما بيعرفوا انه كيف بيبسطوها للمره سو انا بقعد بشرح لهم شو لازم يعملوا هلا هيك لعبه بتساعد هيك شباب اذا بدهم يجربوا بيجربوا انه يعني من دون ما يخافوا انه رح يفشلوا أوكي. بس هذه اللعبه لا تتجاوب مع الرجل يعني الرجل ما رح يعرف اذا كان حقق رغبات اكيد اكيد يعني لا يعني هو عم بيكون عم يكتشف نفسه مش عم يكتشف ما يرغبه الطرف الاخر صح لانه اكيد هي ما رح تعطي احاسيس يعني هلا عم بيقول كان المستورد لهذه المواضيع انه الملامسه شبيهه بملامسه المراه يعني كمان شفنا بالروبورتاج انه يعني مليابل. ايه لانه سيليكون ايه, إيه سيليكون بيدلوا سيليكون يعني مش انه رح مش رح يكون ولا شيء مثل جسم المراه يعني ما صاروا مثل بعضهم ايه يعني صارت المراه اللي عم تستعمل <applause> عندنا سيليكون صاروا صاروا هيك شيء بلبنان اصلا <applause> كلهم بيشبهوا بعض صاروا مثل بعض ما عاد إيه؟ في فرق ايه بس مثل ما قلت انه انا ما بظن انه يعني رح تعمل ريبليس الفيميل يعني انه يعني يمكن في ما بتحل مكان الانثى لا ما بظن ما بظن انا ب بس انت بتشوفها بنظرتك الطبيه بتشوفها انه هي مرضيه اكثر يعني هي مرضيه يعني اذا فينا نقولها تدل الى مرض نفسي اكثر من انها تدل الى اكيد الى كبت جنسي اكيد عم بيصرفوا الانسان بهذا أكيد. الموضوع اكيد 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 يعني اذا الواحد بده يستمر مع هاللعبه بس ويكفي حياته مع اللعبه في في مشكله يعني مثلا أصل. هذا الصيني الذي تزوج من هذه الدميه بيقول انه على الاقل ما بتخوني يعني كمان هيدا مشكل نفسي هيدي عقدة نفسيه إيه هيدي خوف من 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 المراه في رجال كثير بس يتجوز اول مره ويمروا بهيك حاله ما عش بيتجوز بيقول انا ما عادش اتجوز مره ثانيه بكون هيك في قصص مارقه، هلا ما بنعرف شو مارق معه، بركي متجوز قبل مره هالرجال عم يعملها، بس في رجال انا عم عم شوفهم بيجوا انه عندهم مشكله، انه في مشكله يعني بتكون من زغرهم، عندهم عقده، عندهم آه بيستحوا من الموضوع فينا نساله، كان بدي اساله ما نسب الاعمار اللي عم عم تاخذ هيدي اللعب؟ هل هي اعمار صغيره ولا اعمار متقدمه بالسن هلا لازم تكون يعني فوق ال21 حسب القانون لا لا يعني انا عم شوف اللي ما بعرف اذا فينا نرجع نعاود الاتصال لنساله هيدا السؤال بس على الاقل انه الناس اللي عم تطلب هذه الطلبيات هي. هل هي من اعمار يعني مراهقه او من اعمار متقدمه بالسن يعني انه رجال شوي مسن يمكن يصعب عليه اليوم انه يمارس رغباته بشكل طبيعي او يتكيف مع امراه طبيعيه فيلجا الى هذه المواضيع انا بظن هول الكبار بالسن وكمان هول اول بدايتهم انا اذا بدي احط على الاعمار بحط بهالاعمار الكبار وهو باول بدايتهم لان يعني هول متجوزين وبدهم مثل ما قال بالتليفون نعم. بده يخون مدامته ما عنده مشكله يعني يخون يعني يعني ليش يروح يجيب لاعب يلعب فيها دكتور انا بدي اتشكرك على حضورك معنا ايضا شكر للشخص اللي كان معنا عبر الهاتف من الصين وهو مستورد هذه الانواع من الدمى ما هو التالي ونتابع رغم الضغوطات للنشر يصر على كشف حقيقه وفاه ريتا وجنينها داخل المستشفى نتابع للنشر في الحلقه الماضيه طرحنا قضيه وفاه ريتا وجنينها بما وصف بالاهمال الطبي من قبل المستشفى والطبيب معا واستمعنا حينها الى وجهه نظر المسؤولين عن مستشفى سيده لبنان حيث وقعت الحادثه ونظرا لضيق الوقت وعطل تقني مفاجئ قررنا ارجاء البحث في القضيه الى هذا الاسبوع لدقه الموضوع وكنت على يقين من ان مسؤولي المستشفى لن يعاودوا الظهور معنا مجددا للحديث عن الموضوع وان ضغوطات معينه ستمارس من هنا وهناك للذهاب بالقضيه الى الادراج حيث مئات الملفات والقضايا المشابهه الملقاه فيها وفعلا هذا ما حصل وبعد موافقة الدكتور عائل ابي عائل للظهور ببرنامجنا للتأكيد ان لا علاقة لعملية الباي باس التي اجراها للضحية والتي قيل انها كانت السبب في وفاتها لانه لا يعني ما كان يجب عليها ان تكون حاملا في هذه الفترة فتفاجانا انه عاد عن قراره في اللحظات الاخيرة بقرار من النقابة والنقيب ايضا بعيدا عن نقابه الاطباء نقابه المحامين تدخلت بدورها لمنع قريب الضحيه المحامي انطوان سبع من الظهور مجددا معنا ولكن هذه المره يبدو ان السبع كان اسما على مسمى. شو حقيقه وفاه هذه السيدة ليش بدها تتوفى هذه السيدة بالتحديد علميا نعم وطبيا عن أسباب الوفاة رح خلي الدكتور جورج نصر الله جاري هوني نعم أنه يحكي بهالموضوع أنا بقول بالنهاية الكلام للتحقيق وأنا شخصيا ومؤسسيا وبكل الطرق أولا مشعر مع الأهل ثانيا نحن حاضرين لكل قرار بيطلع من العداله اللي, اللي كل الثقه فيها طيب. ومن نائبه الاطباء اللي هي كل لنا كل الثقه فيها. خلينا نستمع لدكتور جورج نصر الله اللي موجود بجانبك ليشرح لنا حقيقه حقيقه الاسباب التي ادت الى الوفاه بهذا الشكل المفاجئ والسريع واللي في علامات استفهام كثيره باقيه عند الاهل وفي اتهام مباشر بالاهمال وبالتقصير دكتور يا ريت بنقدر نستمع لوجهه نظرك بهذا الموضوع اللي بدي اقوله انه المريضه اول شيء فاتت الساعه 2 الصبح ليله السبت الاحد نعم والحكيم يلي عم بيعالجها اجى الساعه 2 الصبح ليله السبت الاحد وبقي معها لل 5 عشيه فعلا فل على البيت مثل ما قال زوجها بس ما ننسى انه الحكيم اللي اجى بقي معها طلب لها ثلاث اطباء اختصاصيين. صحيح. يلي هن فحصوها من جراح لطبيب اشعه لطبيب معده. عم تسمعني هلا؟ بتصور انه المريضه يلي الحكيم عم بيتابعها من قبل ما تحبل يعني الحكيم بحد ذاته عمل لها عمليه على الرحم. نعم. وعمل لها عمليه على على التوب. دونك عمل لها بلاستي مشان هل كان عندها صعوبه ب... بالحبل وساعدها لوصلت لهون ووصلها لسابع وثامن شهر ما بتصور انه اخر نهار رح يهملها ويفل هلا نية اجا وما ننسى انه لما بيكون في عندنا حبل سمين يعني الحبل اللي بيكون ب 29 و30 جمعه سي هيني واحد يقول انه يلا هلا نيه بدنا نشق ونشيل البيبي لانه البلد بهالعمر هيدا منه ناضج ما في يطلع يتنفس بده يطلع ونحطه على مكنة التنفس ونسبة الموت عنده عالية دونك بيفكر كمان بالولد الحكيم بفكر بالولد لما بيجي من الساعة 2 الصبح وبيطلب له ثلاث أطباء اختصاصيين معدة ومصران وصور ويعمل له صور دونك هيدا ما انه اهمال بتصور بتصور بوجهة نظره كان حابب ينتظر ويعطيها بعد جمعة او جمعتين ومفكرين انه هيدي آه هيدا آه نوع من الجاسترو انتريت اللي صار عندها لانه كانت تنوجع ترجع تروق تنوجع ترجع تروق التي يزور فيها بيير منزله بعد وفاه زوجته ريتا. ريتا التي كانت قد توفيت الاسبوع الفائت في احدى مستشفيات لبنان كما عرضنا لكم في الحلقه الماضيه. اليوم لم يبقى لبيير سوى ذكريات يستحضر خلالها زوجته وابنه. كان طلب تصمم الاوضه وتوفت أما يجي موعد تركيب الاوضه. بس انا اصريت انه تتركب الاوضه <متصفيق> كان المفروض يكون فيها حل حياتنا كارل لي ما شفته يلي غيب مع امه أكوني وحدي كان بدها تنيموا فوق وعملت له هون اسم الدفاع اسمه يوقع وهذا التخت اذا كان متوقعين يجي اصحابه لعنده تيناموا عنده هون اشترى لينو تي في وطاولة يدرس عليها محضره كل الغراض اللي بي. من غرفة نوم ابنه التي رسم فيها اجمل احلامه إلى غرفة نومه حيث اغراض ريتا التي ما تزال تنتظر صاحبتها بعد يومين ما توفت اجوا أخويتها لهون اخذوا لي تيابي ورجعت من لأنه البيت عم خلال الحلقة الماضية كثرت علامات الاستفهام حول عملية تصغير المعدة التي سبق وأجرتها ريتا وهل تكون هي التي تسببت بوفاتها؟ في كثير عالم مفكر انه يمكن عملي عمليه اللي تصغير المعده هي هي كانت السبب. العمليه انعملت من سبع سنين والحكيم قال لها فيكي تحبلي ما في مشكله. يكرس كل جهده وحتى ماله كي يكشف حقيقة ما حصل، وهذا هو هاجسه وهمه الوحيد. يسعدني أن يكون معي مجددا هذا الأسبوع داخل استوديو بيير زغيب زوج الفقيدة بيير مساء الخير وأيضا المحامي بصفته غير القانونية الأستاذ أنطوان سبع هو موجود معنا بصفته قريب للضحية مساء الخير وكان بودنا أن يكون معنا أيضا نفس الأشخاص الذين يعني مدير أو صاحب مستشفى سيدة لبنان الدكتور عضيمي وايضا الطبيب اللي جورج نصر الله اللي كانوا عم يشرحوا وقائع معينه حصلت مع المريضه ولكن كان في انتقادات كبيره من الاهل حول ما حكي ولكن اعتذروا عن الحضور وقالوا انه هن اللي بدهم يقولوه اصلا له وكان ايضا مفروض يكون معنا اتصال على الاقل من الدكتور عقل ابي عقل اللي اجرى عمليه الباي لريتا وقيل انه هذه العمليه هي التي تسببت بوفاه ريتا وكان مفروض يشرح هذا الموضوع لا علاقه بهذا الموضوع وكان بامكانها ان تكون حاملا وان تلد بشكل طبيعي وحتى لو كان هذا الموضوع يعني ما بعرف ولكن كما توقعنا نقابة الأطباء لم تعطه الإذن في هذا الموضوع خصوصا وكان هناك اتصال سبق بيني وبين حضرة نقيب الأطباء، كان يعني يتمنى علينا أيضا ألا نتطرق إلى هذه الحلقة في الإعلام، وليست المرة الأولى أن تتدخل نقابة الأطباء أو نقابات أخرى في منع أمور مشابهة من أن نطرح أمور مشابهة في الإعلام، وكانت كل الأمور تتضبضب بطريقه انه تحت شعار انطروا الحكم القضاء، انطروا القضاء بهذا الموضوع، عندنا مجلس تأديبي، عندنا قضاء، أحكام بدها تصدر، كنا ننطر وننطر 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 وهيك بعد فتره نسأل ولمرة مره قدرنا أخذنا جواب بهذا الموضوع، منا إجابات معينه بمستشفيات معينه، بأطباء معينين، بتحفظ اليوم بالذات عن ذكر الاسماء وعن ذكر الحوادث بالذات ولكن اذا الامور ستبقى وتستمر بهذا الشكل من لفلفه المواضيع بغض النظر اذا كانت الستريدا هي اهمال مستشفى او طبيب او لا يعني انا لا لا احكم بهذا الموضوع ولكن عما حصل في السابق وكانه على المرضى يجب ان يموتوا من اخطاء او اهمال ولكن لا يجب ان نحاكم ان نحاكم او ان نعاقب طبيب او ان نعاقب مستشفى على اهمالها بنبدا مع استاذ سبع اللي كان عندك نقاط معينه عما جرى في الحلقه الماضيه وراح كمان نشوف بعض المقتطفات خلال حديثك او ردك على بعض الموضوع قبل ما نفوت بالموضوع بحب اوضح مساله نعم انا افتخر بانتمائي لنقابه المحامين في بيروت وافتخر جدا بمجلس النقابة الحالي وخصوصا بنقيب المحامين الاستاذ نهاد جبر وبدي اوضح انه المساله حضوري اليوم الحلقه بصفتي ابن خاله الضحيه ريتا وليس بصفتي محامي المحامي في القضيه هو يتعلق بنظام النقابة اللي عندنا اياه نحن اللي بيمنع على المحامي ان يتناول موضوع قضائي عم هو وكيل فيه امام الاعلام فلذلك انا أه انا بعرف أخضع. هذا الموضوع انا بعرف اخضع إن انا بعرف انك انك ملتزم الى اقصى درجه بس انا ملتزم. من حقي ان اسال خصوصا انه حلقه اليوم هي حلقه مسجله وليست حلقه مباشره على الهواء صحيح آه لانه سجلناها قبل وقت آه بدي اتوضح انا بس كمان حابب اوضح في الحلقه الماضيه ظهرت ما كان في اعتراض صحيح طيب شو عرفوا نائب المحامين اليوم انه نحن عم نسجل حلقه بهذا الوقت بالذات بهذا اليوم بالذات لبده يتصل فيك ويطلب منك عدم الظهور. هذا ما بعرف هو بيقدر يجاوب عن السؤال هذا، انا ما راح اجاوب ولكن ولكن انا التزم بنظام النقابه وبالانظمه و بقول اللي بدك اياه و... وانا بقول اللي بدي وبقول بكل بكل بساطه مع محبتي واحترامي لل... للنقيب جبر هو بيعرف يعني, يعني في م... في صداقه ايضا بهذا الموضوع فبكل بساطه ولكن نحن كمان لازم نقول انه ما بقى لازم نحمي بعضنا اذا غلطنا. يعني يعني اليوم لو في انا انتمي الى نقابه الصحافه وكان فيوني يوقفوني يمكن كانوا منعوني حتى اليوم اطلع احكي بهذا الموضوع. نحن رح نحكي بهذا الموضوع من وجهه نظر العائله نعم. لن لن اتطرق الى المسائل التحقيقيه لان بكل الاحوال هذا تحقيق بعده تحقيق سري بالخاملات. خلينا نفوت مباشره بالموضوع. دكتور عضيمي ودكتور نصر الله نصر الله قالوا انه مش مظبوط ابدا انه كان في اهمال بالمستشفى مرق على ريتا اكثر من طبيب مرق طبيب جراح فحصها اخضعوها لفحوصات معينه عملوا كل الوجبات معها ولكن حالتها يبدو انها كانت حاله يعني مثل ما بيقولوا وصلت على اخر على المستشفى ما كان في امكانيه لانقاذها يعني نحن نعرفه بالعيلة بالامور اللي اللي حصلت ريتا من بعد ظهر السبت السبت 12 كان الشهر بعتاد بلشت تعاني من استفراغ ريتميك يعني كل ربع ساعة تعمل حفلة هالمسألة بقيت بالرغم الدواء اللي عطاها هي الحكيم على التليفون بالأول من بعد ظهر السبت الساعة 3 تقريبا لغاية الأحد الساعة 2 <applause> فهالعوارض هذه اللي صارت اعتبر وقتها طبيب المعالج انه هيدي ضروره او بروده او شيء من هالنوع هيدا وعمل لها نهار الاحد الفحوصات اللي بقول اللي عمل لها اياها كانت إياه بالبيت ولا بالمستشفى؟ بالمستشفى اه هيدا كان عم بيصير معها هي بالمستشفى بالمستشفى بالمستشف من السبت وكانوا مفكرينه بروده صحيح السبت ضرورة. السبت مساء السبت كان لازم تاخذوها على السبت مساء نقلها على المستشفى الحكيم وحطلنا وحط له المصل بفكره انه تما ينقص المي بجسمها يعني ما 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 كان متوقع نعم. يكون في خطوره. هلا هل هالعارض هذا يلي بقي للاحد نهار الاحد شو صار؟ بيجي طبيب بكلف طبيب اختصاصي بالجاسترو بيكشف عليها بسريره بالغرفه وبيقلها بكل بساطه انه انا انت حامل بالشهر الثامن أنا أكثر من اللي شفته ما فيني أعمل، بيرجع و وبيروح. آه طبيب جراح الطبيب جراح اللي سماه الحكيم المعالج طبيب المعالج نكر إنه هو كلف ب آه بالكشف عليها وبمعاينتها وبوضع و لمين نكر؟ لمين نكر؟ لمين آه نكر؟ هو بخبريته وين؟ نحن يعني إلكم قدامكم بحكيتنا بحكي قدام بحكي بحكي قدام غير أطباء نعم اللي نحن بالنتيجه نحن بفرد نحن موجودين بذات المنطقه او بذات الانتراج ف بيقول لا والملف الطبي الملف الطبي اللي انا شفته بالمستشفى ما في تقرير من الطبيب الجراح ولا في معاينه ولا حتى يعني كان في انه تكليف مثلا كلفه معينه على على مروره ومعاينته صوره اشعه بهالفتره هذه الاحد ما صار اللي صار ممكن, ممكن إيكو. لانه حامل ما بيقدروا يعملوا له اشياء ما بعرف شو بس اللي صار إيكو ايكو للبيبي يعني للحبل وكان الحبل بعده سليم جدا بحسب الطبيب المعالج اربعة ونص هيدا بعد الظهر الاحد خمسة وستة فل الحكيم تقريبا بالوقت من هالوقت وطالع تراجعت ريتا صحيا يعني. الوجع اللي ببطنها ما عاد ينحمل وجع متكرر اذا بتشوف ملف الطبي بتشوف انه كل ملاحظات النيرس دولار 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 يعني ألم 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 ألم, ألم, الم 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 والمعالجه آه مسكنات, مسكنات و و وغيره وقالوا إن هالشيء انه آه صحيح قالوا الدكتور نصر الله الحقيقه وهو يعني يلي آه بعتقد بقوله هيدا آه يمكن فاد بفيد التحقيق كمان ما بعرف لانه المسكنات بهيك حاله بتسكن الوجع طيب الحكيم كيف بيعرف انه اذا كان هالوجع هيدا عضوي ولا الوجع هيدا خطير او مش خطير ما بعرف انا طيب. بترك هالامر يعني ما فيني انا جاوب عن هالامر يعني. سائت حاله ريتا بهالفتره هي بيير هو كان معا كل الوقت بيقدر يحكي عن شو صار معا بهالفتره هي. الحقيقه بلشت دقيقة نفس لحد بعد الظهر أه وبلشت حل... تحس بسقعه لضيقة نفس جيبوا مروحه وللسقعه جيبوا لها غطا ثاني عم بيبرد جسمه مروحه 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 لونها اسود على عمود تبرم بتتا تكون محدد مظبوط تقريبا من ثمانية وطلوع بلش الوجع يزيد كثير وجربت احكي مع النورسات انه اذا هالشي طبيعي او مش طبيعي قالوا لي لانه كانت عم تستفرغ قبل بليلة. اللي هو كان وجع الدير ما بطنه هون قالوا قالوا لي انه معضل معضل قد ما كانت عم تشد عم تستفرغ معضل بطنه شيء طبيعي عم بطمن لي ما فيه. أنا ما في انا ماني حكيم ما بفهم بالقصص صار وجعها يزيد وكل مره كنا نطلبهم على الجرس الموجود حد السرير يرن الجرس اسمعوا بعد شي 10 دقائق يجوا يكونوا جايبين مهدئات او شيء او يكونوا يمكن حكوا الحكي ما بعرف انا كنت بالغرفه ما كنت اترك مرتي أه تقريبا من 10 بالليل بلشت تحس انه بدها تستعمل التواليت ما كنت عم تقدر وقالت لهم ما عم بقدر في شيء بدي حاسه بدي فوت على التواليت وما عم بقدر ما في شيء عم بيطلع كمان ما كان في اي اي جواب منهم كل اللي عملوا لي ليله الاحد هو كيس صغيره جنب كيس المصل قريت عليهم اسامي مهدئات، بس هذا كل شيء. حوالي الساعة 1:00 و ونص تقريبا بالليل و قالت لي ماني ما مستحملة بقى ما مش قادرة استحمل وجع ما فيي. قبل ما نوصل للوحدة بالليل كنت عم تطلب من مرات انه ما عم بقدر نام لا على ظهري ولا على جنبي ولا ولا أي ميلة. وكانت كل خمس دقائق بدي بدي شيلها وقاعدها. يا على الكرسي يا على التخت وارجع يا تفوت على التواليت كانت تحس على طول بتفوت على التواليت وما عم تقدر تعمل شيء وهيدا وضح لنا المرسيد ما عملوا شيء بهذا الخصوص على الواحدة ونص واحدة و38 دقيقة مع الزبط قالت التليفون بدي دق له للحكيم دقنا له الحكيم دق الحكيم، وتسكر الخط بس بدي اعزبك ثلاث مرات الصورة اللي معك هيدي صورة تليفوني وانا و... رح احط ايدي على اسم, على, الـ... اسم على اسم الطبيب رغم انه بعض وسائل الاعلام ذكرته بس لما يكون في عنا حفاظا اوكي لانه حاطين على الوحده و39 دقيقه 1 و38 دقيقه ثلاث محاولات 14 ماي 2012 ثلاث محاولات والخط انه انه مسكر يتسكر 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 يعني مبين انه كان كان يدق يعني يدق ويتسكر يسكر. مش انه مسكر خطه لا لا مبين انه تفضل آه، فتكمل آه نرسيت قلت لهم عم تحكوا مع الحكي ما عم برد علي قلت عم انا صرت حكيته كثير بالليل عم بقلنا تنحط مدن هدقات آه بتوصل حوالي الساعه 5 يعني ما مش ما في اعطيك الوقت مزبوط بس كان الدنيا زرقاء يعني عم يطلع بلش بلش يطلع الضو آه كانت قاعدة على السرير قاعدة على السرير مع لأنه ما عم تقدر كل شكل خمس دقايق بدها تتحرك أه طلبت منه المي قالوا لي ما في مي مي شرب لإلي ما في بدي اشرب مي ما في ما عاد شوني جبرت انزل كمل كمل جبرت انزل والمحل اللي قدام المستشفى على طول كان بعده فاتح جبت جبت مي لإلي وجيت حطيتهم بالبراد أه بتفوت النورس اللي هي شفتين المسؤوله بتفوت بتقلب ما كانوا عم بغيروا له يمكن او شيء هيك قالوا لي وقف برا بالكولوار طلعت وقف برا شو بتفاجئ ما في دقيقه او دقيقتين بتبلش تليفونات طبعاً عم بتستعمل تليفون بالاوضه وبصير شوف نورسات طالعين وفايتين على الاوضه بسرعه ما استوعبت القصه انا بعد شوي كانت حركه كثير سريعه فتحت الباب وفتت لقيت ريتا نايمه على ظهرها مفتحين عيونها عم تلت عم تتنفس بصعوبه رهيبه بصعوبه رهيبه وطما انسى بس اسمع عليه من الساعه 7 عشيه حاطين لها الاكسجين اللي على التخت لانه نفسها كان كثير ضيق حاطين لها الاكسجين اللي بالتخت وكان بعدها بالاوضه والاهم من هيك وقت طلعت من الاوضه فتت تشوف شو بها اجريها مزرقين مسقعه بردانه مسقعه 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 جسمها مسقعه واجى طبيب انعاش او شيء ما بعرف كان في شخص إجا من الاورجنس طلبوه صار يطلب اكسجين أنت اكسجين تيحط لها تنزل على 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 السوان ما كان في انيت اكسجين ولو ما كنت انا موجود ما كانوا يقدروا يشيلوها من التخت تيحطوها على الشريوطه ياخذوها انا ساعدتهم انا كنت من المعون الوحيد اللي شلتها ما اكيد مع الطبيب المعاشي اللي كان جرب يضل يكمل يستعمل الاكسجين اللي على التخت حطوها بالاسانسور الكبير انا ما ما ساعدت معهم برمت انزل بالاسانسور الزوار وهون اتصلت باهلي آه نزلت دغري كان في غرفة آه سوان سوا انتنسيف دغري باراليل في غرفة العمليات جربت احكي مع حدا ما حدا ما كان حدا يعطيني جواب وصلت كان في كنوفة ما شفتها آه شوي انفتح الباب جربت اتنقوز شوي شوف ولقيتها ما ما عم تتحرك طلعينا من السوا ما عم تتحرك فوتوها على العمليات وهون صرت شوف حكمه عم يجوا كثير بس طبيبه ما شفته طلعت لبرا ما في ارسال بالطوارئ طلعت على طريق لبرا دقيت له كانت سبعة وربع سبعة عشر دقيقة على المظبوط قلت له حكيم وينك؟ ونرسيت بالليل وعدوني انه الحكيم قال لهم الساعة 6 الصبح بيجي سبعة وربع دقيت له قلت حكيم وينك شو عم بيصير؟ في شيء مش مضبوط عم بيصير ما كان بعد جاني الخبر قال لي انا 10 دقائق عم صف السيارة وبجي 10 دقائق ربع ساعة فايت ركض ما قدر يحكيني ولا كلمة قال لي هلا بشوف هلا بشوفه فات بعدين لقيتو الخبر لأهلي ما عاد شفت ولا حكيم ولا شيء كان في سكيورتي اجوا وقفوا قدام وطلع العمليات قدام قوة سواء تنصيف عملوا بلوك هونيك صراحة ما ما كنت على شيء من بعد هيك مين بلغك؟ خيي كانوا أهلي وصلوا كانت صدمة كبيرة كتير ما كل شيء توقعته الا كنت متوقع يقولوا لي انه البيبي ما راح يخلص ما له شيء بس من حوالي نص ساعه كنت عم بحكي انا وياها وعم بشيلها وفوت على التواليت وكل الليل انا وياها وفجاه راحت راحت بقلب المستشفى ماتت بقلب المستشفى وما انعمل لها شيء انا المقهور انه ما انعمل لها شيء طلع نزلت من الاوضه خالصه جرس الانذار تبع التخت تسكر توقف صرت توقف صرت روح دق عليهم مطرح ما بيقعدوا قول لهم بليز تعوا يقول لي بتعمل لي شيفتين رح تخرب لي بيتي انه هذا اصلا نسائي انت ما لازم تكون فيه انا يعني كنت بقيت مع مرتي ما تركت ولا دقيقه قلت لي بليز اقعد بالاوضه بقعد نحن جايين صار في تلكؤ كثير من بعد ما راح جرس انذار ربع ساعه ثلث ساعه تيجوا على الاوضه يشوفوا شو بها تيجي تضبطها المصل شوي وتفل وجع كان رهيب انا راح اترك الحكم للجمهور اللي عم بيسمعنا اللي عم بيشوفنا للاطباء اللي عم تسمع لنائبه الاطباء لنائبه المستشفيات لكل الناس انا ما رح اعطي لا حكم ولا رأي بالموضوع لاني طبعا في ملف في ناس متخصصين بس اللي نحن بنتمنى من كل قلبنا وبكل يعني كل انسان عنده ضمير انه مره واحده يتخذ موقف مرة وحدة يتاخذ اجراء مش عم بحكي بهالقضية بالذات، ممكن هالقضية بكره يبين انه مش يمكن ما في مسؤولية، ممكن ولكن بكل القضايا لاني بعرف قدي في قضايا منيمينها، قديه في قضايا متسترين عليها، قديه في قضايا تلفلفت، نتمنى لمرة واحدة بس تسمع انه اتاخذ قرار بطبيب تاخد قرار بمستشفى تسكرت مستشفى لأنه صار فيها أهمال توقف طبيب عن العمل لأنه أخطأ ولكن إن شاء الله يوم من الأيام نقدر نوصل بهالبلد لهيدا الموضوع سؤال أخير اليوم يحكى كثير أنه الأهل بيطلعوا على الإعلام الأهل بيقوموا القيامة بالنتيجة لما ندفع مصاري أو لما يندفع مصاري بيخلص كل شيء يعني وكأنه المريض قال عند أهله أو يساوي عند أهله قد ايه بدنا نتفاوض على العطل والضرر يعني وكانه نوع من الابتزاز من الاهل للاطباء والمستشفيات بدي بس جواب على هيدا لانه تخطينا الوقت وبدي انهي على سريع ما بعرف الطبيب اللي عم يعرض مصاري يطمن ابنه او بنته ويعرض علي وانا بحب طمنهم كلهم اللي عم بيشوفوني هلا ما راح تتوقف هالشغله ريتا ما راح ترجع راحت بس لازم حدا يحكي وانا قادر احكي وراح ضل احكي ويمكن الطريقة الوحيدة يمنعوني فيها يمكن يحطوني تبوت ابيض مثل ما عملوا فيها هي يمكن الطريقة الوحيدة يبطل حدا يحكي بريتا كلمة اخيرة انا عندي شغلتين زيادة على اللي سريعين انا بدي اسال بس يعني كسؤال ريتا من بعد من بعد اللي عملوا الحكيم نهار الاحد شو انعمل لها تا ينعرف شو بها انا بقول لك من هلا ما انعمل لها شي مع كل هالعوارض اللي حكي عنها بيير اللي بينت على ريتا من الاحد الظهر بعد الظهر لغايه ما توفت كل هالعوارض ما حدا عمل لها شيء لحتى يعرفوا شو بها أكتر من هيك شغله وحده سريعه انه طبيبه طلب بالليل صورة صدر طبيب الأشعة رفض إلا إذا إجا إلا إذا إجا له ورقة مودل الأمر بالمستشفى ما عاد ما الطبيب المعالج ما اجى ولا وصرف النظر عن عن الصوره يعني نحن كعائله الاهمال يلي يلي, يلي صار شايفينه بام العين ما من عم نتجنى على حدا لا لا على المستشفى ولا على الطبيب هلا المسؤوليه على مين نترك المساله للتحقيق للقضاء هني يلي عم بيشتغلوا بهالموضوع وبهالمناسبه اسمح لي بدي اشكر بشكل عميق جدا او مش شكر لانه نجاحهم وتواضعهم بدي اقدر انا الجهود يلي عم تبذلها النيابه العامه في جبل لبنان بشخص القاضي الرئيسي كلود كرم, كرم. والمشرف المباشر على الملف الرئيسي غادب ابو للحقيقه عمل دقيق وعلمي وتقني جدا عم بيشتغلوا فيه بدي اشكر فصيل الدرك جوني بشخص توني متى الرائد توني متى يلي الحقيقة. يلي من البداية واكبوا هالموضوع هيدا نعم. بكل حكمة ورتباء التحقيق اللي عم يعني بيحققوا بهذا الموضوع نحنا بدنا نشكر كل اللي عزونا بهالمصاب الأليم ومنشكر نشكرك شخصيا ونشكر تلفزيون الجديد على شكرا على, على كل هالعمل وبنتمنى انه تكون هيدي اخر ماساه نتطرق لها بهيدا البرنامج على امور مماثله ولكن هذا كله بيرجع الى العقاب العقاب ضروري عندما يعاقب شخص على اهمال بمكان ما مش عم نقول انه هيدا انتقاص من كفاءته ولكن يدفع الاخرين ويدفع هو مجددا الى عدم التساهل بارواح الناس ارواح الناس امانه بين ايديكم فمن من للتجاره ومن من للاستهتار ومن سلعه هذا الكلام منه موجه إلى هذه المستشفى بالذات أو إلى هذا الطبيب بالذات إنما هو كلام عام ينطبق على كتار من الأطباء وعلى كتار من المستشفيات شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله ظلوا بخير